هاي، فيك تعرفنا عن حالك؟ هاي، أنا شريف مكتبي من لبنان، تلميذ Industrial Design بلندن سنتر سينت مارتنز. ليش جيت على ورشة العمل؟ أنا جيت على workshop MIT Media Lab لأنه هن اللي عم بيعملوه عم بيشيبوا يعني ناس عم جد عم بيعملوا أشياء حلوة بكل العالم العربي، ناس من قد حول يعني هن they're young وعم حطونا مع ناس من الميديا لاب نقدر نخلق أشياء حلوة بوقت كتير قصير. فأنا كتير بحب أشتغل مع عالم وار باشنت بالشي اللي هن بيعملوه، فقررت أجي وأعمل شيء مع عالم ولا مرة تعرفت عليهم. لا. وعلى شو اشتغلتوا هالأربعة أيام؟ هلا أنا بلشت اشتغلت ب urban farming، عملنا مشروع of vertical farming بالمدن بطريقة إنه فين نحطه بمكانات كتير عديدة. بعدين نقلت على sensor track وعملنا product اسمه بيميو، هلا موجود على تويتر فيه الناس يستعملوه. وهو اللي بيعمله إنه البرودكت هو مثل كمبيوتر صغير في عنده سنسورز، وانت فيك على تويتر تبعت تويت هاشتاج بيميو كاميرا تقولي وينك انت هلا، وهو بياخد صوره بيبعث لك اياها، في بيبعث لك تمبرتشر هيوميديتي وهيك. فهذا الشيء عنده كتير ابلكيشنز وقت ما نفكري عن سكي عن البحر، وحتى بمناطق في خطر اذا انت بتصوري مثل سوريا او يوكرين. شو تعلمت من خلال مشاركتك؟ تعلمت اشياء كثيره. اول شيء تعلمت انه الناس they're very diverse، يعني طريقة التفكير تبعيتهم كتير غير بعضها، كتير غير عني، وبيطلع لك كتير بيطلع شيء كتير حلو إنه بتجمع الناس من طريقة تفكير كتير مختلفة، بيطلع لك result كتير interesting. وهي اللي تعلمته هي إنه مش التغيير ما بيصير بالتكنولوجيا، ما بتفرق شو التكنولوجيا اللي عطونا إياها، التغيير الأشياء الحلوة بتصير من العالم اللي بتجيبيها وتحطيها سوا. شكرا لك. No problem.